ازيكم يا دكاترة، وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله بداية الترم الثاني كده تكون بداية خير عليكم. في البداية حابب اعرفكم بنفسي، انا دكتور سعيد عسل. انا هكون معاكم ان شاء الله في كورس الاورال هيستولوجي. انا بدي اورال هيستولوجي وبدي بريدونتولوجي وبدي اورال دايجنوستس. طيب، اول شابتر معانا النهاردة هيبقى شابتر الاورال ميكوزا. طبعا شابتر الاورال ميكوزا ده هناخده على كذا بارت، يعني هي كمية كبيرة جدا، ولكن لو قدرنا ان احنا ننظم المعلومات بتاعتنا كويس جدا هنقدر ان احنا نفهم الشابتر كويس جدا، ونقدر الموضوع يبقى سهل جدا ويسير جدا علينا. طيب، في البداية زي ما قلت لكم ان احنا عايزين نرتب الشابتر ده. احنا هناخد ايه في الشابتر ده؟ اولا اول حاجة هناخدها هيبقى في عندي الديفينيشن، يعني ايه اورال ميكوزا. تاني حاجة عايز اعرف الفانكشن بتاعت الاورال ميكوزا. تالت حاجة محتاج اعرف الهيستولوجي بتاعها بتتكون من ايه، ومن خلال الهيستولوجي برضو في بعض الحاجات اللي هنعرف من انها ليه اصلا الاورال ميكوزا بتأدي الفانكشن بتاعتها دي. انا دايما بيقول لك الاستراكشر انديكيتس فانكشن، يعني التشكيل او التكوين بتاع النسيج ده او الخلية دي هو ده اللي بيقول لي الفانكشن بتاعتها ليه هي بتأدي الفانكشن دي. طيب بعد كده هاخد عندي الانواع بتاع الاورال ميكوزا دي، التقسيمه بتاعتها، الكلاسيفيكيشن بتاعها. ماشي، في عندي اللي هي الماستيكاتري اكوردنج فانكشن، في عندي ماستيكاتري ولايننج، كل ده على بعضه. هناخد بعد كده ايه البيزمنت ميمبرين والكونكتيف تيشو بتاعي، بيزمنت ميمبرين والكونكتيف تيشو. بعد كده في الاخر هنتكلم بقى على الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دايما، اللي هي ايه الكلينيكال كونسيدريشن بتاعتنا، زائد الايدج changes بتاعتنا. طيب لو بصينا على الاورال كافيتي هنا هنلاقي ان احنا عندنا زي ما احنا عارفين في الاورال كافيتي عندنا ايه الاسنان بتاعتنا، ماشي، وعندنا بقى ايه اللبس والتشيكس، كل دي اورال ميكوزا. عندي التانج ده اورال ميكوزا، طبعا في عندي الدورسال سيرفيس اوف ذا تانج، وفي عندي الفنترال سيرفيس اوف ذا تانج، وفي عندي الفنترال سيرفيس، تمام، وفي عند الفيستيبيول. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل وهنعرف ايه فيهم بقى اكوردنج بقى الفانكشن بتاعت الاورال ميكوزا دي، ايه اللي فيهم حاجه اسمها ماستيكاتري، وليه هي اصلا احيانا بفيها كيراتين وليه ما فيهاش كيراتين. كل ده هنعرفه لما نمشي واحده واحده بالتفصيل في الشابتر ده. طيب هنبدا بقى بالديفينيشن. زي ما قلنا اول حاجه عندي ايه هي الاورال ميكوزا دي. اولا هي قالك it is a moist lining of oral cavity، دايما تبقى moist، في fluid موجود فيها، تمام. قالك دي تعتبر حاجة transitional ما بين ال GIT والسكن من بره، تمام. ليه بقى؟ قالك لانها عندها حاجتين شبه السكن وشبه ال GIT. طيب اللي فيه ال GIT بقى شبهها فيه، قالك انها دايما bath in fluid، في fluid كتير دايما فيها، وعندها حاجه اسمها هاي ريت اوف تيرن اوفر، دايما بيحصل لها تغيير، بتتجدد الخلايا بتتجدد بسرعه. يبقى هي شبه الجي اي تي في حاجتين، انها دايما في فلويد وان هي عندها رابيد تيرن اوفر. طيب شبه السكن في ايه بقى؟ قال لك ان هي ستراتيفايد سكويموس ابسيليوم. ليه بقى ستراتيفايد سكويموس؟ ده معناه ان في ثيكنس من الابسيليوم، تمام، وبالتالي هتمنع لي ايه؟ هتمنع لي الديفيوجن في البوث دايركشن من والى، تمام. يبقى هي شبه جي اي تي في حاجتين، شبه السكن في حاجه واحده. الحاجات دي مهمه جدا، تفاصيل الاورال هيستولوجي مهمه جدا. طيب الفانكشنز بتاعت الاورال ميكوز، تاني حاجه احنا قلنا الديفينيشن بعد كده الفانكشن. طيب الفانكشن في عندي بروتكشن، ان هي بتحمي لي الديبر لايرز والاورجنز في الاورال ليجن، ماشي، وان هي بتاكت از شيلد فروم كيميكال والثيرمال والميكانيكال افكتس. وانا باكل بتحمي لي الديبر تيشوز، لو في اي حاجه سخنه انا باكلها بتحمي لي الديبر تيشوز، لو باكل حاجه فيها كيميكلز او اي حاجه ممكن تعمل لي بيرن او اي حاجه، دي بتحمي لي برده الديبر تيشوز. طيب بيقول لك ايه بقى؟ عندها حاجه اسمها ادابتيف لايرز في بيسيليوم. ليه؟ هي والكونكتيف تيشو احيانا بيحصل حاجه اسمها، لا احنا هنعرف في حاجه اسمها لير، اللي هي البابيلاري لير والريتيكولاري بتاعت الكونكتيف تيشو.
كل ده بيحصل اتحاد او في عندي في ترابط ما بين الكونكتيف شو والابيثيليوم عشان ايه توزستاند الفورس اوف ماستيكيشن، فبالتالي بتعمل لي بيولوجيكال بارير اجينست بكتيريا وذ ذير توكسينز. تمام. طيب تاني حاجه بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي حاجه اسمها سنسيشن، بحس، بتديني انفورميشن اباوت اي حاجه بتحصل في الاورال كافيتي. تمام. عندي اللبس والتنج بيستقبلوا ستيمولاي من الايه، من الاوتر سايد اوف ذا ماوث. تمام. الماوس ريسبتورز دي بترسبوند لايه؟ للتمبريتشر، درجه الحراره، والتاتش، والبين، والتيست، والسيرست. تمام. زي ما هنعرف بعد كده ان في اصلا تيست بادز موجوده في بعض من بعيدا عن التانج نفسه. طب التانج ده الاساسي بقى في التيست بادز، التذوق بتاعي. طيب احيانا البيشن وهناخدها بعد كده في البروسيزس مثلا لما نيجي نتكلم وانت بتاخد امبريشن لبيشنت، احيانا بيحصل ايه؟ بيحصل جاجنج. البيشن ده بيحس انه عايز يرجع نتيجه الاستيميليشن بتاع مين؟ بتاع السوفت بالات. تمام. يبقى ريفلكس زي السوالوينج والسلايفيشن والجاجنج كل ده موجود في الاورال كافيتي. طيب السنسيشن بقى او السكريشن، قصدي السكريشن زي ما احنا عارفين ايه الميجور سكريشن اللي عندي؟ هو السلايفا، السلايفا اللي موجود عندي. تمام. ده موجود فين؟ في زي ما احنا عارفين الميجور والماينور سليفري جلانز. طب وظيفه السلايفا دي ايه بقى؟ انها بتمويست، بترطب، وتلوبريكيتس، وبتعمل ووشنج للسيرفيس بتاعت الاورال ميكوزا، كانها بتغسل بالظبط الاورال ميكوزا، بتلوبريكيتس الايه؟ الفود، عشان يسهل عليا ان انا ابلعه. طيب الثيرمال ريجوليشن دي مش عندي، الثيرمال ريجوليشن دي موجوده سبيشالي في الكلاب زي الدوجز. تمام. الكلب هو لما عايز ما عندوش طبعا الغدد العصبيه ولا عنده اللي هو يتخلص من الحراره، ما عندوش هو الريجوليشن بتاع الريجوليشن بتاعه ان هو يطلع يعمل ايفابوريشن للفلويدز من بقه، كل ده بيقلل له ايه؟ بيقلل درجه حراره الايه؟ الجسم الكلب. تمام. يقول لك الايفابوريشن اوف سلايفا. في بقى وظيفه كمان اللي هي البيرميابيليتي. البيرميابيليتي دي ان انا بتسمح للفلويد انها تدخل جوه الخلايا او انها تطلع منها. طيب زي ايه مثال؟ مثلا لو احنا شايفين الفلور في ذا ماوس، احيانا البيشنت هم بيبقى عندهم مثلا المشكله في القلب، احيانا بياخدوا برشام تحت اللسان. ليه بقى؟ لان المنطقه دي very thin mucous membrane، فبالتالي بيسمح ب الديفيوجن بتاع الدراج ده داخل الاوعيه الدمويه، وبالتالي يؤدي الفانكشن بتاعته. طيب الهيستولوجيكال استراكشر بقى تالت حاجه. يبقى احنا خدنا الديفينيشن، بعد كده الفانكشن، بعد كده الهيستولوجيكال استراكشر. طيب الهيستولوجيكال استراكشر بتاعي عباره عن ايه؟ الابيثيليال والكونكتيف تيشو بتاعي والبيزمنت ممبرين والساب ميوكوزا اللي هي احيانا بتبقى موجوده وبتبقى احيانا ما تبقاش موجوده. طيب هنبص بصه زي ما احنا شايفين، في عندي هنا الابيثيليال اهو. تمام. بعد كده في اللامنيا بروبريا، وهنعرف برضو اللامنيا بروبريا بتتقسم لحاجتين، في حاجه عندي اسمها بابيلاري لير وريتيكولار لير، وبعد كده في عندي اللي هي الساب ميوكوس ممبرين، وبعد كده في عندي البروستيم، وبعد كده في عندي البون. تمام. يبقى الهيستولوجيكال استراكشر هيبدا بابيثيليال، كونكتيف تيشو، بيزمنت ممبرين، سب ميكوزا احيانا موجوده واحيانا مش موجوده، وهناخد طبعا البيزمنت ممبرين بالتفصيل. طيب الابيثيليوم بقى هنبدا بقى باول لاير الابيثيليوم. الابيثيليوم ده بيتقسم لحاجتين، يا اما كيراتينوسايتس ونون كيراتينوسايتس. يعني ايه كيراتينوسايتس؟ كيراتينوسايتس دي معناها الخلايا اللي بتصنع لي كيراتين. الكيراتين ده اللي هو الاوتر لاير، ماشي، اللي بيبقى لون ابيض. الكيراتين ده بيبقى موجود دايما في الحاجات اللي عليها فورسز، اي حاجه من الاحتكاك هتعمل لي كيراتين. ايديك، الناس اللي بالذات اللي هي راحت مثلا تشيل حديد مثلا او اللي هو رفع الاثقال، هتلاقي ايديهم دايما خشنه من جوه. ليه؟ لان ده حصل فريكشن موجود. البيشنتس اللي هتجيلك بعد كده في العياده لما بيكون مثلا في عنده توس وبيحصل فريكشن
ما بين الاسنان، وفي بيعض على خده كده هو مش حاسس اصلا، ده بيعمل له لاير ابيض كده في خده، ده برضو بيبقى فريكشنال كيراتوسيس، يبقى كيراتين نتيجه الايه الفريكشن. طيب وظيفته ايه الكيراتين ده؟ حمايه، هو بيحمي. طيب الكيراتينوسايتس دي عباره عن ايه؟ كيراتينايزد ابيثيليوم ونون كيراتينايزد ابيثيليوم. يبقى انا عندي دي مهمه جدا ماشي، الكيراتينوسايتس ممكن تعمل لي كيراتين وممكن ما تعمليش كيراتين، والنون كيراتينايزد ابيثيليوم لو اتعرض لفريكشن هيعمل لي كيراتين. تمام، يبقى الكيراتينوسايتس ممكن يبقى كيراتينايزد ابيثيليوم ويبقى نون كيراتينايزد ابيثيليوم. يبقى بالتالي انا في دماغي كده، طب النون كيراتينايزد ابيثيليوم ده مش معرض لفورس او مش معرض لاحتكاك، يبقى لو اتعرض لاحتكاك هيتحول الخلايا بتاعته يعمل لي كيراتين. تمام، طيب الاوريجين بتاعه منين بقى؟ من الاكتوديرم. تمام، طيب الكاركترستكس بتاعته ان هو موجود في شيتس. تمام، في ارينجمنت موجود اتاتش تو اتش اذر باي ديزموزومز، واحنا عارفين الديزموزوم من اقوى البوندس اللي موجوده بين الايه بين الخلايا. طيب اتاتش تو بيزمين ميمبرين باي هيموديزموزومز، طيب بيحصل لها ستيننج بالايه الاتش ان اي هيموتوكسيلين واليوسين. طيب هاف تونو فيلمنتس، دي عشان تربط الخلايا ببعضها، وان هو ايه فاسكولار. لو شفنا السكين بتاعنا اخر لاير دي اللي بيحصل لها سلافنج دي ما فيش فيها اصلا اي فاسكولاريزيشن. طيب هو عباره عن ايه زي ما قلنا؟ ستراتيفايد سكوامس ابيثيليوم، وده احنا قلنا شبه مين؟ شبه ان هو شبه السكين صح. طيب اللوكيشن بتاعه موجود فين؟ قصدي اكوردنج للوكيشن بتاعه بنقسمها كيراتينايزد ونون كيراتينايزد. يعني ايه اللوكيشن؟ المكان اللي هيبقى معرض لاحتكاك هيبقى كيراتينايزد، المكان اللي ما فيهوش اي احتكاك ولا اي فرصه نازله عليه من الاكل او اي حاجه هيبقى نون كيراتينايزد. تمام، طيب هنتكلم بقى اللايرز بتاعت الكيراتينايزد واللايرز بتاعت النون كيراتينايزد. طيب اللايرز بتاعت الكيراتينايزد عباره عن ايه؟ اول حاجه طبعا انا عندي هنا ماشي، ده البيزمنت ميمبرين اهو، تمام، ما بين البيسيليوم والكونكتيف تيشو. تمام، في عندي حاجه ستراتم بيزالي او البيزال لاير. تمام، وفي عندي بريكسيل لاير او ستراتم سباينوزم، دي الخلايا اللي ليه بيسموها اصلا سباينوزم؟ لان هي بينها ما شايفين بينها وبين بعضها عامله زي السباينس، بيطلع منها زي حاجات زي الشوك دي اللي عامله لي البوندز بين بعضها. تمام، طيب بعد كده في عندي ستريتم جرانيولوزم. طب ستريتم جرانيولوزم دي اهميتها ايه بقى؟ قال لك اهميتها ان هي اصلا فيها حاجه اسمها كيراتو هيالين جرانيول، دي بتعمل ايه؟ دي اللي بعد كده بتكون لي الكيراتين. تمام، واخر ليه خالص اللي هي بتتحول تبقى كانها ديد سيلز اللي هي الستريتم كورنيوم. تمام، الستريتم كورنيوم دي هي اخر لير اللي هي على السيرفس خالص، ودي اللي بيحصلها بعد كده سلافنج. تمام، طيب هنمسكها بقى كده واحده واحده. طيب الكيراتينايزد ابيثيليوم السايت بتاعه فين؟ قال لك دي في الاماكن اللي قلنا اللي فيها ماستيكاتري ميوكوزا او اللي متعرضه ليه الفرصة، زي مين بقى؟ زي الجينجيفا والهارد بلت والبرمينيول بوردر. طيب النون كيراتينايزد ميوكوزا ابيثيليوم بقى ده موجود فين؟ في الارياز اللي هي مش سبجكتد تو فورس او مفيش فيها فريكشن، زي الليب والتشيك والسوفت بلت والفلور اوف ذا ماوث، اللي هي اللايننج اللي هي اللايننج ميوكوزا اللي هي 60% اوف ايه اورال كافيتي. طيب الرينيو ريت بقى بتاعها قال لك بيبقى دايما عندها هاي ريت اوف تيرن اوفر اللي هي الكيراتينايزد ابيثيليوم، اما النون كيراتينايزد ابيثيليوم عندها هاير ريت اوف تيرن اوفر بتبدل بسرعه. تمام، طيب البيزمنت ميمبرين بقى بتاعي دايما بيبقى عندي في الجينجيفا في ابيثيليال ريتي بيكس والكونكتيف تيشو بابيلا، بيبقى ثين ولونج ونيومرس وسلندريكال. ليه بقى؟ هي الفكره كلها هنا الكيراتينايزد ابيثيليوم ده دايما قلنا ان هو معرض لايه؟
لفريكشن وفورس، فبالتالي انا محتاج ان انا ازود السيرفس اريا ما بين التقاء البيزمنت ممبرين او الكونكتيف تيشو والابيسيليوم عشان ما يحصل لهمش انفصال، عشان يبقى فيه ترابط قوي، بوندنج قوي ما بينهم. فبالتالي بحتاج ان انا اعمل ايه بقى؟ شايفين هنا كده، شايفين المنطقه دي كده، ده اللي اسمها اللي هي الريتي بيجز او البابيلاري لاير. ان انا بيحصل في عندي الكونكتيف تيشو بيحصل له تعرض كده ماشي، كل ده عشان ازود السيرفيس اريا ما بين الابيسيليوم والكونكتيف تيشو، فبالتالي يزداد الترابط وتتوزع الفورسز وما يحصلش اي انفصال ما بين الابيثيليوم والكونكتيف تيشو. تمام. طيب النون كيراتينايزد بقى بيبقى عندي ابيثيليال ريتي بيكس، تبقى داونورد بروجكشن اوف ابيثيليال تيشوز، والكونكتيف تيشو بيل ار ابورد بروجكشن اوف كونكتيف تيشو، تبقى شورت وبلانت بالنسبه لمين؟ للكيراتينايزد ابسيلين زي ما قلنا. ليه؟ لانها مش معرضه للفورس اصلا، فانا مش محتاج ان انا ازود اصلا ايه البابيلاري لاير دي. طيب السيلز بتاعتنا زي ما قلنا في الكيراتينايز بيبقى عندي البيزل لاير والسباينس لاير والجرانيولار لاير والكيراتينايزد لاير. تمام. طيب في اللي هي النون كيراتينايز واللي اصلا مش معرضه للفورس، انا مش محتاج الكيراتين، طبقه الكيراتين اللي فوق، فقال لك احنا هنسميها اسماء ثانيه بقى، هنسميها بيزل لاير، وهنسميها انترميديت لاير وسوبرفيشال لاير. تمام. يبقى انا لازم افرق ما بين الكيراتينايز والنون كيراتينايز. تمام. يبقى الكيراتينايز هيبقى عندي 4 لايرز، النون كيراتينايزد هيبقى عندي 3 لايرز بس. تمام. طيب يبقى هنمسك بقى الكيراتينايزد، هنقول ان انا في عندي ستريتم بيزال زي ما احنا شايفين هنا كده. تمام. بعد كده في عندي ستريتم سباينوزم اللي هي السباينس لاير، وفي ستريتم جرانيولوزم اللي هي الجرانيولار لاير. تمام. وفي بعد كده عندي اللي هي الكيراتينايزد لاير او ستريتم كورنيوم. تمام. طيب اللي هي بقى نون كيراتينايزد قال لك هنسميها ايه؟ ستريتم بيزالي زي ما احنا موجودين هناك في النون في الكيراتينايزد. بعد كده اللاير اللي في النص ستريتم سباينوزم دي اللي انا بسميها برضو انترميديت لاير، والستريتم سوبرفيشالي اللي هي يعتبر مكان الكراتينايزد تيشو. تمام.